السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص باختبارات الفصل الثاني لتلاميذ السنة الثالثة متوسط. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يفيدكم وتستفادوا. رايحين نديروا موضوع اختبار مع الحلول لهذا الفصل، تابعوا معايا إلى آخر الفيديو. إذا عدنا النص وقراءة الأسئلة الخاصة بالنص ثم نبدأ في الإجابة. إذا نبدأ على بركة الله، بسم الله. العنوان هو The Amazing Creation، الإنشاء العظيم أو الإنجاز العظيم أو المدهش أو الرائع. Amazing معناتها مدهش أو رائع. Mark Elliott Zuckerberg was born on May 14, 1984 in New York, USA. إذا مارك هو مخترع، وشنو ولا وش أخت مش أنشأ، راح نشوفوه وش أنشأ. He is an American programmer and internet entrepreneur. هو يخدم على برامج أو برنامجي، يخدم في البرامج ويخدم في الإنترنت، مقاول في الإنترنت. Okay. هو أمريكي. Mark studied at Harvard University where he met his friends and created computer games just for fun. Mark وش دار؟ أنشأ لنا ولا خدم منا ألعاب الكمبيوتر. Zuckerberg was fascinated by computers and continued to work on developing new programs. هنا كان مجتهد بزاف في الإنترنت واخترع برامج في الإنترنت جديدة. He created with his friend a site that allowed users to create their own profiles. وش دار؟ أنشأ موقع هو وصحابه يخليك تخدم أو تنشئ البروفيل نتاعك الخاص. In 2004, Mark and his friend created Facebook. إذا مارك هو اللي خدم لنا وجاب لنا Facebook. In 2012, the number of Facebook users achieved 1 million. مليار. إذا في 2004 خدموا وفي 2012 ولا عنده مليار مستعمل. Zuckerberg became the fifth richest person in the world with a worth of 74.2 billion in 2016. في 4 سنين ولا أغنى خامس رجل في العالم بثروة، worth هي الثروة، قدرها 74 billion dollars. إذن أصبح خامس أغنى رجل في العالم. إذن مارك زوكربيرغ هو منشئ أو مخترع الفيسبوك. دانيال هانينجر اللي هو اللي خدم هذه الفقرة، The Wall Street 5 November 2019. إذن مصدر النص وشكون الكاتب. عدنا هنا بعد ما قريتوا النص رايحين ديروا Reading Comprehension، تعمروا Bibliographical Notes، عنوان النص title، author اللي هو الكاتب شكون هو، source اللي هو مصدر هذا النص، date of publication تاريخ إنشاء هذا النص، و type of the document نوع الوثيقة، web article excerpt from a book ولا press article. تخيروا الإجابة الصحيحة وتعمروا بحذر هذه المعلومات من النص، أقرأوا النص فقط ما تخلوهمش يروحوا لكم ثلاثة نقاط هكذاك. نشوفوا عندنا activity 2، رايحين نجاوبوا على سؤالين. When and where was Mark Elliott born؟ when تاريخ و where مكان ازدياد مارك، راهو في النص. What did he create in 2004؟ وش دار في 2014؟ ماذا أنشأ؟ Did he study at Harvard University؟ هل درس في جامعة هارفارد؟ أقرأوا السؤال وحوسوا عليه في النص، رايحين تلقاو الإجابة. Activity 3، رايحين تلقاو ضد كلمتين. عندنا poorest عكسها وstopped، ما هو عكسها stopped عفوا في النص، أقرأوا وركزوا. نروح نشوفوا activity اللي بعدها اللي هي mastery of language، الجزء الخاص بالقواعد. I supply the following sentence with punctuation and capital letters. الحين نكتبوا punctuation اللي هي النقطة والفاصلة إلى غيرها، والcapital letters وقتاش يكون الحرف كبير. Stephen Hawking was born on January 8, 1942 in England. He grew up in a highly educated family. وين تخص البنكتويشن حطوها، وين تخص الكابيتال لتر حطوها.
في هذا الجملة ركزوا جملة بسيطة عليها زوج نقاط. عدنا activity 2 I write the correct form of the verb. عدنا أفعال بين قوسين رحين نصرفوهم أقرأوهم بحذر. While عدنا while Mark and his friends the verb to work on the computer games they to think of developing new programs they could to create finally Facebook. ركزوا أقرأوا وش كاين قبل الفعل باش تعرفوا الزمن اللي تصرف فيه وكيفاش يصرف الفعل. Activity 3 عدنا أربع كلمات يخلصوا بالاف ولا فيهم الاف رحين نشوفوا النطق نتاعهم. إلى اف نحطوهم في الخانة الأولى وإلى في نكتبوهم في الخانة الثانية. عندكم أربع كلمات أقرأوهم وصنفوهم في المكان المناسب. عدنا الآن situation of integration رايحين تكتبوا فقرة حول ماري كوري اللي بالعربية اللي هي ماري كوري is considered as the most known female scientist in the world. هي عالمة معروفة عالميا. So الأستاذ انتاعك قال لك اكتب لي فقرة بسيطة حول هذا الشخصية. عدنا الاسم انتاعها تاريخ ومكان ازديادها وش تخدم وش دارت في حياتها والجوائز اللي ربحتها وتاريخ ومكان الوفاة انتاعها عفوا. تكتبوا عليها فقرة اللي هي ماري كوري تكتبوا فقرة عليها من خلال هذا المعلومات اللي مدوها لكم بطريقة بسيطة. إذا أنتم الآن رايحين تحبسوا الفيديو وتحاولوا وحدكم ثم تقارنوا الإجابة نتاعكم بالإجابة الموجودة في هذا الفيديو. إذا نبدأ الآن في الإجابة على بركة الله. بسم الله. إذا شوفوا معايا هنا الحلول. عدنا title اللي هو The Amazing Creation. عدنا author اللي هو Daniel Heininger. And عدنا source اللي هو The Wall Street. Date of publication 5th November or 5 November 2019. Type of the document هو press article مقال صحفي. نروح الآن activity 2. جاوبنا على الأسئلة when and where. when حوسوا على زمن, where حوسوا على مكان. Was Mark born? He was born on May 14th 1984 in New York, USA. Okay. What did he create in 2004? He created Facebook. هذو من النص. Did he study at Harvard University? Yes, he did. كي نلقاو سؤال يبدأ بديد نجاوبو بيس ولا no. وهذو هنا دائما أقرأوا السؤال وحوسوا على الموقع نتاعو في النص رايحين تلقاو الإجابة. ومن بعد هنا كان عندنا العكس نتاع poorest عكسها richest معناتها فقير عكسها افقرهم عكسها اغناهم. وعندنا stopped عكسها continued معناتها توقف والعكس نتاع توقف اكمل. نروحوا الان لسبلاي the punctuation والcapital letters. كان عندنا Stephen Hawking عندنا capital S capital H was born on January 8, 1942 in England, the E capital letter, عندنا full stop. He, capital letter, لأنه بداية جملة يكون capital letter. He grew up in highly educated family. Full stop. هذو هما الcapitalization والpunctuation اللي كانت تخصنا. نروحوا الآن للactivity 2 هنا اللي في الجزء تاع القواعد. هنا صرفنا الأفعال. عدنا while اللي هو الفعل دائما بعدها يكون في ال past continuous والفعل الثاني يصرف in the past simple. While Mark and his friends عدنا هنا plural Mark وصحابه were working on the computer games they thought okay or they thought عفوا they thought of developing new programs. إذا were working اللي هو ال past continuous thought اللي هو ال past simple of the verb to think they thought of developing new programs they could create finally Facebook. الفعل بين could يبقى هو okay. نروحوا نشوفوا الآن كيفاش صنفنا الكلمات. إذا عندنا philosophy and of in the f and of and verify in the v يتكتب f ولكن ينطق
the. نشوفوا الآن الفقرة استخدمتها لكم وكتبتها لكم بسيطة فقط بالمعلومات اللي مدوها لنا. Marie Curie was born on November 7th, 1867 in Poland. نقطة. She was a chemist and a physicist. كانت كيميائية وفيزيائية. She invented the radio. اخترعت الراديو. She won the Nobel Prize of Physics in 1983, full stop, and in 1911, she won the Nobel Prize of the Chemistry, full stop. She died in July 4th, 1934 in France. شوفوا هنا باش يمدوا لكم معلومات فقط اللي توظفوها باش ما تخلطش عليكم وتخرجوا عن الموضوع وتطولوا الفقرة وتخلطوها في بعضها. فقرة بسيطة من خلال المعلومات المعطاة لنا في الوضعية الإدماجية. نتمنى إن شاء الله هذا الموضوع يكون فاتكم واستفدتم. نتلقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. بقوا على خير والله ولي التوفيق. في أمان الله.